فيما يخص السياحة ديال هاد العام في الحسيمة، كاين شوية ديال الروتار، كاين شوية ديال الإنزال من الإقبال، يعني الإقبال ضعيف في هاد الوقت، ولكن يعني كنتمنوا ان شاء الله باش غادي يكون مزيان ابارتير دو 15، لان الناس ديال اوروبا راه داروا العطله ديالهم، غادي تبدا العطله ديالهم ابارتير دو 15 سيرتو في هولندا وبلجيكا. هذوك هما الناس اللي كنا كنستقبلوا بزاف، وكنا كنستقبلوا ايضا الناس ديال الداخل ديالنا. اللي كنظن باللي هذا الشيء اللي واقع في الحسيمه دابا اثر عليهم سلبي على السياحه في الحسيمه، واثر علينا بزاف. ودابا الناس بدات كتسترجع داك القوه، داك الايمان باللي راه ما كاين والو، حنا بخير وما كاين حتى شي حاجه. الحراك يعني شباب عادي، يعني كيطالب الحقوق ديالو كما كيطالبوا في جميع الدول وفي جميع المدن المغربيه. الحراك طالبوا ببعض المسائل اللي هي يعني معقوله ومطالب يعني يستحقوها، والدولة يعني استجبت لبعض المطالب اللي هي استعجالية اللي خصها تستوجب لها، بدات يعني في المطالب اللي يعني الاستعجالية، واللي باقي يعني كيتخدم راه غادي تخدم. لذا حنا يعني كنطالبوا من الاخوان سواء في الداخل ديال المغرب ولا في الخارج، باش يعني ما غاديش يكون عندهم شي خوف ولا غادي يكون عندهم شي حاجه اللي ماشي هي هذيك على الحسيمه. حنا كنطالبوا منهم باش غادي يجيو ويزورونا ويشوفونا. فيما يخص الحسيمه عاود راه كنا ناقصين في بزاف ديال المسائل وباقي ناقصين، ماشي زعما عندنا شي حاجه. دابا راه هي اللي حققنا واحد المطلب ديال الطائره كانت في الاول كتجي من مثلا كتجي من كازا، باش بنادم يجي من كازا يدوز العطله ديالو هنايا يعني الويكاند ولا شي حاجه خصو يدير ثلاثه ديال السوايع. دابا كاينه الطياره كدير كازا الحسيمه ديريكتومون، يعني ما عندناش مشكل فيها. وزادو راه كاينين جوج كازا كدير ديريكتومون، كاينين ثلاثه يا اخرين كيمشيو فيا تطوان على تطوان. يعني ولات الحركه يعني فيما يخص المساله ديال الجو. والطرقان راه بداو، الطريق ديال ما بين تازه والحسيمه راه قريب يتسالى ان شاء الله، راهو خدامين فيه. وهذا الطريق اللي عندنا ما بين تطوان وطنجة، يعني تطوان الحسيمه السعيديه، يعني لعبت واحد الدور كبير فيما يخص السياحه ديال الحسيمه. حنا المشكل اللي عندنا هو ان الحسيمه ما عرفناش حنا باش نسوقوها كيفاش الطريقه ديال التسويق ديالها. ونجيو للواقع راه حتى الدوله يعني كانت سمحت فيها شي حاجه، راه حتى لدابا عاد ولات كتحرك شي حاجه. ها هي بالنسبه للوزاره ديال السياحه راه يعني بدات كتحرك، وفيما يخص الوزاره النيه ديالها فين غادي تبان باللي راه صالحه، راه مشات دارت لينا دي سيبفونسيون للطياره اللي غادي تبقى تجي سنه، يعني سنه كامله دارت ان سيبفونسيون ديال العام كامل، ماشي غير في الصيف وصافي. بالنسبه للوزاره ديال السياحه خصها دير واحد المجهود كبير باش ربما تغيث هذه المنطقه، وربما راه كاين شي برنامج استعجالي اللي غادي يكون في هذا الصيف، وربما راه غادي يبدا في هذه الايامات. وكاين وعدونا باللي راه كاين دي سيبفونسيون لي زوتيل والناس اللي خسروا في هذا الشيء اللي واقع يعني بالنسبه للحسيمه فيما يخص السياحه.